بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. الآن نستمع إلى الأسئلة، ونرجو أن تكون سهلة، أن يسهلها الله سبحانه وتعالى وينفع بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذا اللقاء الثالث في شهر ذي القعدة، في ليلة 22 منه، من عام 1422. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: أنا في زيارة إلى المملكة، وأقيم في الرياض، وقمت بعمل عمرة في شهر شوال، وقد أتيت إلى المملكة في رمضان بنية الحج، وبعد أداء العمرة رجعت مرة أخرى إلى الرياض حيث إقامة ابنتي. السؤال: هل أنا في حكم المتمتع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إذا كنت أديت العمرة بعد رمضان وقمت في المملكة ثم تحج هذا العام فأنت متمتع، ولو رجعت إلى الرياض، لأن الرياض ليس بلدا لك، فتكون متمتعا ويكون عليك فدية التمتع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال يقول: هل تعليق الدعاء بالمشيئة من أسباب عدم استجابة الدعاء، وما هي آداب الدعاء مع الله عموما؟ نعم، لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فيكون هذا الدعاء الذي علق بالمشيئة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دعاء غير مشروع، منهيا عنه. ما دام أنه غير مشروع إنه لا يستجاب، ويأثم صاحبه إذا كان يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه، فإنه يأثم بذلك. وآداب الدعاء كثيرة. أولا الإخلاص لله عز وجل، لأن يكون الداعي موحدا في العبادة لله عز وجل، ليس عنده شرك. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. هذا الشرط الأساسي، الإخلاص لله عز وجل، لأن يكون الداعي مخلصا للعبادة لله، ليس عنده شيء من الشرك. فالمشرك لا يستجاب له دعاء إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة، وأما في غير حالة الضرورة فالمشرك لا يستجاب له دعاء. ثانيا حضور القلب، أن يكون حاضر القلب بالدعاء موقنا بالإجابة، فإن كان غافلا يجري الدعاء على لسانه بدون حضور قلبه، أو يدعو وهو غير موقن بالإجابة، فإنه لا يستجاب له دعاء. وكذلك من آداب الدعاء أن يتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل
وأدبار الصلوات، وفي حالة السجود في الصلاة فريضة أو نافلة. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، إنه قمن أن يستجاب لكم. وآخر ساعة من يوم الجمعة يوم عرفة، هذه أوقات فاضلة تحراها المسلم يدعو فيها، ليلة القدر من رمضان، كل شهر رمضان، لكن ليلة القدر بالذات أقرب إلى الإجابة. ويشترط أن يكون مطعمه حلال وملبسه حلال ويتغذى بالحلال، فإن كان يستعمل الحرام في المآكل والمشارب والملابس غير ذلك فإنه لا يستجاب له دعاء، كما صح في الحديث في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فإن لا يستجاب لذلك. فهذه وكذلك أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب له دعاء، لأن هذا من الاعتداء. الله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. كذلك لا يقنط من الإجابة ويقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي، ثم يترك الدعاء، بل يدعو ويكثر من الدعاء ويستمر عليه، فإنه لا يعدم الفائدة من الدعاء. والله جل وعلا حكيم عليم، إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يدخرها له في حالة يكون أحوج إليها، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. يدعو الإنسان ولو لم يستجب له، ويكثر من الدعاء ويستمر ولا يقنط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجيب على من قال بجواز الاختلاط لما بين الرجال والنساء في العمل، حيث يستدلون بأن أشرف بقاع الأرض الحرم فيها اختلاط لما بين الرجال والنساء، وذلك في الطواف وفي المسعى؟ هذا استدلال فاسد، لأنه ما قصد الاختلاط في المسجد الحرام ولا في المسعى ولا في المطاف، هذا شيء غير مقصود. فالذي يقصد الاختلاط هذا آثم، هذا غير مقصود. فإذا حصل اختلاط من غير قصد فهذا لا يدخل في الممنوع. الاختلاط المنهي عنه هو الاختلاط المقصود، الذي يختلط في المكاتب، في المدارس، وفي مسألة أسواق، هذا هو الممنوع. أما في المسجد إذا أمكن، المسجد أيضا المسجد الحرام النساء معزولات ولهن مصلى خاص، ولكن إذا حصل الطواف أو السعي وحصل شيء من تقارب الرجل مع المرأة فهو غير مقصود، والرجل في هذا المكان يخاف الله عز وجل، يبتعد عن المرأة ولا يقصد الشهوة ولا يقصد، إنما هو في عبادة. أما اللي يجي للمطاف أو يجي للمسعى بنية مخالطة النساء هذا حرام وهو آثم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الأفضل، حفظ القرآن أم طلب العلم؟ كلاهما لا تنافي بينهما، بإمكان الإنسان أنه يحفظ القرآن ويطلب العلم، يوزع الوقت
يجعل وقتا لحفظ القرآن ويجعل وقتا لطلب العلم. وحفظ القرآن طلب علم، هو من طلب العلم، فلا تنافي بينهما، يجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للرجل الإسبال في الملابس الخاصة في البيت والنوم؟ لا يجوز الإسبال للرجل مطلقا، لا في البيت ولا في غيره. من اللي خصص البيت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما قال إلا في البيت. فالرجل يتجنب الإسبال في البيت وفي غير البيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا وافق يوم فطره في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء أو الأيام البيض، هل الأفضل أن يصومهن أو يستمر على ما هو عليه في صيام يوم وإفطار يوم؟ وما هو الأفضل في الصيام؟ الصيام المنصوص عليه يصومه، وصيام يوم وإفطار يوم هذا في غير الأيام المنصوص على صيامه. ويصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم 2 والخميس من كل أسبوع، يصوم عرفة، يصوم عاشوراء، يصوم 10 ذي الحجة، يصوم الأيام المنصوص عليها، وما زاد عن هذه الأيام يصوم يوم ويفطر يوم بقية دهره. نعم. فيحافظ على المنصوص عليه من الصيام ويزيد عليه فيما بقي من السنة أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: بعض الناس يتمسك بأستار الكعبة، ما الصحة في ذلك؟ وهل فعله أحد من السلف الصالح؟ لا أصل لهذا، التمسك بأستار الكعبة والتعلق بالباب وكل هذا لا أصل له، هذا من المبالغة. والمشروع مع الكعبة استقبالها والطواف، استقبالها في الصلاة والطواف بها وصلاة النافلة في داخلها إذا أمكن، يدخل الكعبة ويصلي في داخلها بعض الأحيان، هذا مشروع وفيه أجر عظيم. وأما التعلق بالأستار والتعلق بباب الكعبة هذا كله لا أصل له، وإنما هو من مبالغات العوام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول: ما الفرق بين قول الفقهاء عليه دم وعليه فدية؟ كله سواء، الدم والفدية سواء، لا فرق، إلا أن يغلب إطلاق الدم، يغلب إطلاق الدم على الجبران، ما كان عن فعل محظور أو ترك واجب هذا يغلب عليه أنه يسمى دم، ويغلب إطلاق الفدية على فدية التمتع والقران. ولكن لا فرق بينهما من حيث الحكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والسائل يقول: هل إراد القصص أيا كانت على سبيل الدعوة من منهج السلف الصالح، أم يقتصر الإنسان على القصص التي وردت في الكتاب والسنة فقط؟ نعم، يقتصر على ما ورد في القرآن من قصص الأمم السابقة وما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص عن الأمم السابقة لأجل الموعظة والاعتبار، وما عدا هذا لا يشتغل به، ما لم يثبت في الكتاب والسنة لا يشغل نفسه به ويشغل السامعين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لي قريب يقيم عندي في المنزل وهو من المحارم على زوجتي، لكنه لا يصلي، وإذا صلى في اليوم ربما صلى فرضا واحدا، وإذا نصحته في بعض المرات أن يصلي قلت له وإذا نصحته في بعض المرات أن يصلي يقول أنا كافر ولا أحب الصلاة ونحو هذه الألفاظ،
وقمت بطرده لكنه رفض الخروج بدون إحساس. السؤال: ما هو الحل معه مع أنه يأكل ويشرب معي؟ هذا إن كان عنده عقل ويقول هذا الكلام عن عقل وإدراك فهذا كافر، ولو صلى وهو يقول أنا كافر صلاته غير صحيح. ولو قال وإذا قال أنا ما أحب الصلاة فهو كافر ولو صلى، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ نسأل الله العافية. فإذا كره الصلاة وكره ما أنزل الله لا مرتد عن دين الإسلام حتى لو صلى، إلا إذا تاب وصلى بعد التوبة. وأما موقفك أنت فلا يجوز لك إبقاؤه في بيتك، لا يجوز لك إبقاؤه في بيتك، بل عليك بطرده وإبعاده عن بيتك، والبيت بيتك لا يدخله إلا من أذنت له، فيجب عليك أن تطرده وأن تسلمه لولاة الأمور ليحاسب على هذا الكلام وهذا الفعل، تضييع الصلاة والكلام الردة. نعم أحسن. ولا على الأقل اطرده من بيتك إذا ما ترفع به للمسؤولين، ولا على الأقل لا تخليه يأوي إلى بيتك. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يطلق لحيته ويقول في نفسه ويقول عن نفسه في نفس الأمر إني لا أحبها وإني أريدها صغيرة ولكن أطلقها لأنها واجبة فقط؟ لأنها ويقول عن نفسه ويقول في نفس الوقت إني لا أحبها وإني أريدها صغيرة ولكن أطلقها لأنها واجبة فقط. واجبة؟ أي نعم. هذا يعني يقول أطلقها لأنها واجبة، صار يعترف أن إعفاء اللحية واجب، ولكن إذا كان يقول أكرهها هذا خطر، خطر شديد، لأن هذا يكره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه خطر من الردة، لأن من كره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرتد، عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الكلام الذي لا خير فيه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة، هل يجوز للرجل أن يدفع المرأة إذا مرت أمامه في الصلاة وهي لا تحل له؟ المصلي يدفع المار بين يديه، يدفع المار بين يديه بينه وبين سترته أو قريبا منه، يدفعه رجلا كان أو امرأة، يتركه يمر، إلا إذا كان المكان ضرورة وزحمة مثل المسجد الحرام، المسجد النبوي زحمة شديدة فهذا يستثنى. أما إذا كان المكان واسعا وهناك ممرات ومخارج فإنه يدفع المار بين يديه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبى فليقاتله يعني ليضربه، فإن معه القرين كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة تسأل: هل هناك دروس في الأسبوع القادم؟ ما يحتاج أسئلة كثيرة، ما في دروس الأسبوع القادم، ما في دروس، آخر الدروس في يوم الثلاثاء إن شاء الله وإلى ما بعد الحج في أول محرم، تبدأ الدروس إن شاء الله في أول محرم. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأعمال المشروعة في عشر ذي الحجة وما فضلها؟ عشر ذي الحجة عشر فاضلة أقسم الله جل وعلا بها في كتابه، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، والله جل وعلا إذا أقسم بشيء
فإنه يدل على عظمة هذا الشيء، وأن هذا الشيء له شأن عند الله سبحانه وتعالى. فهذه العشر لها شأن عند الله، لأن الله أقسم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فضل عظيم، وهذه العشر تغتنم بالأعمال الصالحة، بصيام العشر، لأن الصيام من الأعمال الصالحة، ومن العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر. يدخل فيه الصيام دخولا أوليا، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، ورد هذا، وقد ذكره الإمام مجد الدين بن تيمية في المنتقى، تكلم عليه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، بما يدل على أنه حديث يصلح للاحتجاج. وكذلك مما يشرع في هذه الأيام تكبير المطلق، وهي الأيام المعلومات، في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه هي عشر ذي الحجة، والمعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، فهي أيام معلومات يذكر اسم الله في التكبير، التكبير المطلق فيها، هذا من أعظم الأعمال فيها. وكذلك من أحكام هذه العشر أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي عن نفسه، يريد أن يضحي عن نفسه سواء منفردا أو معه غيره في الأضحية، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا، لا يأخذ من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: لقد كثرت في الآونة الأخيرة المسابقات والجوائز والسحب عليها في الصحف والمجلات وفي وسائل الإعلام، السؤال: ما هو الضابط في هذه المسابقات، وما حكم المشاركة فيها، وهل هي من الميسر دائما؟ جاء في الحديث الصحيح أن قوما في آخر الزمان يتخوضون في مال الله، لهم النار يوم القيامة. فهذا من التخوض في الأموال، هذه الجوائز على أشياء تافهة لا قيمة لها ولا تنفع، أو للدعايات، تجار يعملونها والشركات تعملها للدعاية، حملهم الجشع على أن يعملوا هذه الدعايات لأجل أن يستقطبوا الزبائن، فالزبائن يهرعون ويشترون هذه الأشياء من أجل الحصول على هذه الجائزة، وقد لا يكون لهم رغبة في السلع، لكن سيحصلون على جائزة أكثر من الثمن الذي يدفعون، فهم يهرعون إلى شراء السلع وإلى هذه المحلات، فهذا من أكل المال بالباطل. وقد يستعملون السحب، يدخلون اسمه في السحب ويسحبون، فإذا ظهر اسمه يأخذ الجائزة، هذا كله من الباطل ومن الغرر والخداع وأكل الأموال بالباطل، فهو ميسر. ألا هو الميسر؟ المراهنات، الميسر هو المراهنات التي عليها أموال، الميسر هو المراهنات التي يكون عليها أموال، لأن الأموال محترمة
ولا يجوز تضييعها بهذا الشكل. ثم أيضا هذا فيه ضرر بأهل السوق والتجار الآخرين الذين لا يعملون والشركات التي لا تعمل هذه الجوائز، ينصرف الزبائن عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان حفاظا على حقوق أهل السوق، ونهى عن البيع الحاضر الباد لأجل حق أهل السوق يستفيدون من هذه السلع المجلوبة، ولا يحتكرها واحد ولا يأخذها واحد ويحتكر الزبائن ويصرفهم عن الناس الآخرين. الناس كلهم يطلبون الرزق، فلا تسيء إليهم وتستجلب الزبائن إليك دونهم تتركهم. كل هذه محاذير في هذه الجوائز. النبي صلى الله عليه وسلم حصر أخذ الجائزة في المسابقة على ثلاثة أشياء، فقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرماية، والخف هو ركوب الإبل، المسابقة على الإبل، والحافر الخيل، ركوب الخيل، تعلم الفروسية. لأن تعلم الرماية وتعلم الفروسية وتعلم ركوب الإبل هذا مما يدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن هذه دواب الجهاد وسلاح الجهاد، تدرب عليها مطلوب، وأخذ الجوائز عليها أخذ مشروع. أما ما عدا هذه الثلاث فلا يجوز. قد استثنى بعض العلماء كابن القيم رحمه الله أخذ الجائزة على المسائل العلمية، المسائل الشرعية، لأنها تلحق بالجهاد في سبيل، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز على المسائل الفقهية والمسائل العربية النحوية، لأن هذا تعلم العلم وهو من الجهاد في سبيل الله، فيدخل في هذه الثلاث. وما عداها لا يجوز، وهو من أكل المال بالباطل، وهو الربا، وهو الميسر، وهو القمار، لا يجوز بها. وقد صدرت فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة، فتاوى في هذه الأمور وطبعت ووزعت، لكن هؤلاء لا يعقلون ولا يلتفتون إلى أحكام الشريعة، وإنما يتبعون أهواء أو يقلدون الغرب والكفرة، ولا يبالون بأحكام الشريعة، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل والأحسن في من لا يملك نفقة الحج؟ هل يقترض ليحج أم ينتظر حتى يستطيع ذلك؟ نعم، ينتظر حتى يستطيع ذلك، ولا يقترض حتى يحج. هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان ما يستطيع فليس عليه حج، فكيف يقترض؟ يقترض ليش وهو ما عليه حج؟ ألا لا يعلق نفسه الدين؟ الله ما أمرك بها ولم يفرض عليك الحج في هذه الحال، فانتظر حتى ييسر الله لك الحج بنفقة حلال ثم تحج. وإذا لم تحصل على نفقة، لو ما حجيت، لو مات وهو لم يحج، ما عليه شيء، ما وجب عليه الحج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من أوتر في أول الليل وأراد أن يصلي في آخره، هل يشفع الوتر بركعة ثم يوتر مرة أخرى في آخر الليل؟ نعم، ذكر الفقهاء أنه إذا أوتر في أول الليل وقام آخر الليل أنه يصلي ركعة تشفع له الوتر الأول، ثم يصلي ما تيسر من الليل، ولكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. الصحيح أنه يقوم ويصلي آخر الليل ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، وتجوز الصلاة بعد الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر،
وصلاة العشاء وصلاة المغرب، صلاة المغرب وتر النهار، ومع هذا يصلى بعدها، تجوز الصلاة بعد الوتر، فيقوم من آخر الليل ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول، لأنه لا وتران في ليلة كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل تزوج امرأة ثانية ولها بيت مستقل، فهل عليه أن يذبح أضحية في كل بيت؟ يذبح الأضحية ويوزعها على البيتين، يذبحها ويوزعها على البيتين، ويحصل المقصود وهو التوسع باللحم والفرح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول في سؤاله الطويل: لي من الأبناء ثلاثة، فقمت بعمل عقيقة للمولود الأول، أما الثاني والثالث لم أعمل لهم عقيقة لظروف مادية. السؤال: هل يجوز لي أن أجمع النية في الحج بالنسبة للأضحية بأن تكون أضحية في نفس الوقت، بأن تكون أضحية وفي نفس الوقت عقيقة؟ لا، فات وقتها العقيقة، فات وقتها، إذا كانوا كبروا وبلغوا فات وقت العقيقة، سنة فات وقتها، وأنت يوم تتركها ما تستطيع، معذور، فلا شيء في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ورد نهي في السنة عن نوم الشخص لوحده في المنزل، ولماذا؟ لا أعرف شيئا عن هذا، أن الشخص ما ينام في المنزل وحده، ما أعرف شيء عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: شخص عنده عمارة ويؤجرها، ومن ضمن المستأجرين عنده بنك، ما حكم تأجير هذا البنك؟ وهل النقود التي يأخذها منه حلال أو حرام؟ وإذا كانت حرام فما نصيحتكم له والحالة هذه؟ لا يجوز تأجير المحل للمعصية، لا يجوز أن يؤجر المحل لمن يعمل فيه المعصية، والبنوك تستعمل الربا وهو من كبائر الذنوب، الربا من كبائر الذنوب، والبنوك قائمة على الربا، فلا يجوز لك تأجر البنك لأنك تؤجره وتعينه على المعصية وعلى الإثم والعدوان، والمستأجرون كثيرون ولله الحمد، أجرها لغير البنك، ولو أن البنك يبي يعطيك زيادة أو طمع فهذا لا خير فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هي الأمور التي تزيد المسلم من اليقين بالله والرسوخ والثبات على دين الله؟ تدبر القرآن، تلاوة القرآن بالتدبر، هذه تفيد القلب خشية لله. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال عن مؤمني أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم
يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تدبر القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتلاوة القرآن بالتدبر هذه أعظم ما يحيي القلوب ويبعث فيها الخشية لله عز وجل. فعليكم بتدبر القرآن. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: تدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، هذا هو أصل الخشية وأصل الخشوع. كتاب الله عز وجل، وكذلك دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتمعن وتفقه، دراسة سيرته العطرة تمعن وتفقه فيها، على مما يزيد الإنسان قوة بإيمانه وخشية لربه ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي دعوته وفي جهاده. هذا مما يفيد المسلم. كذلك الحرص على أكل الحلال، فإن هذا يلين القلب، وأما أكل الحرام فإنه يقسي القلب. كذلك اجتناب كثرة المزاح وكثرة الضحك، لأن هذه الأمور تقسي القلب، تقفل القلب. مجالسة السفهاء ومخالطة السفهاء هذه تقسي القلب، بينما مجالسة الصالحين والأتقياء مما يلين القلب. ومما يكسب القلب الخشية الإكثار من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيكثر الإنسان من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتكبير، هذا مما يلين القلب. وإذا ذكر الله وجلت قلوبه، فذكر الله يفيد القلب الوجل ويفيده الطمأنينة والسكون والخشية لله عز وجل. فهذه أمور ينبغي للمسلم أنه يتفطن لها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر ولا تكن من الغافلين. الغفلة ونسيان الله جل وعلا ونسيان الدار الآخرة والبعث والنشور والقيامة، إذا تذكر الإنسان هذه المواقف المقبلة، البعث، تذكر أول شيء الموت، خروجه من الدنيا، ويتذكر القبر وما فيه، يتذكر البعث، يتذكر الحشر، يتذكر الجنة والنار، يتذكر الميزان، يتذكر الصراط والمرور على جهنم. يتذكر الإنسان فإنه بهذا يلين قلبه ويخشع. أما إذا غفل عن هذه الأمور ولم يلتفت إليها فإنه يقسو قلبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعتبر الاستماع إلى المحاضرات الدينية لمجموعة من الناس بواسطة المسجل من حلقات الذكر بحيث تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: هل يعتبر الاستماع للمحاضرات الدينية لمجموعة من الناس بواسطة المسجل من حلقات الذكر بحيث تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده؟ نعم، يحصل لهم من الأجر ومن النفع بقدر ما ينتفعون بهذه المحاضرات
لكن ليس مثل من حضر الدرس وفي المسجد في بيت من بيوت الله، اللي يحضر الدرس الحي وفي المسجد هذا أفضل من اللي يستمع من شريط أو في مكان غير المسجد، وإن كان في سماع الشريط فائدة وفي خير وفيها أجر لمن حسنت نيته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما صحة وما معنى حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي يقول فيه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أياما للصبر فيهن مثل قبض على الجمر، العامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عدن. نعم، الحديث صحيح وله شواهد كثيرة، ومعنى الآية واضح، ما هم معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناها أن الإنسان لا ينظر للناس يقول كل الناس على هذا الشيء ويترك ويقع في المعصية والمخالفة اقتداء بالناس، بل يمسك نفسه ولو خالفه الناس، يمسك نفسه على الطاعة وعلى الأجر ويدع عنه العامة. عليكم أنفسكم يعني يلزم طاعة الله، ولا تتجاروا مع أهل المعاصي تقولون الناس كلهم على هذا وأنا مالي قدرة على هذا، كما يتعلل به بعض الجهلة أو البطالين. لا، وطن نفسك على أن الناس إذا عصوا الله فلا تعص الله معهم، وإذا أطاعوا الله فأطع الله معهم، وطن نفسك على هذا. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا قائم إلى أن تقوم الساعة، لا بد منه، لكنه حسب الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا نظام ماشي إلى يوم القيامة، درجات، ما يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو فسد الناس، ولو على الأقل تنكر بقلبك وتعتزل المنكر وأهل المنكر، فهذا الشيء. ومعنى الآية شيء آخر، ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فهذا صحيح، وهذا أمر واقع، وأنه سيكون فتن وسيكون انحراف وسيكون ما يكون من ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبرنا عن ذلك من أجل أن نستعد له، وأن نوطن أنفسنا على الثبات على الحق والصبر عليه، ولو نالنا ما نالنا من الأذى نصبر على هذا، ولو كنا غربا ما معنى أحد نصبر على هذا، ولو كنا غربا حتى يأتي الله بأمره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: في صلاة الجنائز يكون هناك رجال ونساء وأطفال، فكيف ندعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة؟ ادعو للكبار بالمغفرة والدعاء الوارد في حق الكبار: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا
خيرا من أهلهم، ثم ادعوا للأطفال، اللهم اغفر لوالدي هؤلاء الأطفال وثقل بهم موازينهم وأعظم بهم أجورهم، أجعلهم فرطا وشفعاء مجابين، اجعلهم في كفالة إبراهيم فوقهم عذاب الجحيم. فتدعو للكبار وتدعو للصغار، كل واحد وارد دعاء له فأتي به في صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: آمل توجيه كلمة نصح لمن لم يحج الفريضة وهو قادر على الحج، وذلك بسبب التكاسل وعدم الاهتمام، علما أنه يوجد من هؤلاء من يذهب كل عام تقريبا بناء على طلب عمله منتدبا مع بعثة الحج من قبلهم، وذلك من أجل أن تصرف له مكافأة مالية. نعم، الواجب على من قدر على الحج أن يبادر بالحج، لأن الحج يجب على الفور لمن قدر عليه ولا يؤخر، لأنه ما يدري ماذا يعرض له، فيبادر ما دام أن الله قد مكنه من الحج، ولا يؤخر إلى عام قادم قد لا يدرك هذا العام القادم، قد تضيع الإمكانية التي معه، لا يصبح معه مال في العام القادم، في عوارض، قد يمرض ولا يستطيع، فيبادر الإنسان بحج الفريضة مهما أمكنه ذلك، ولا يؤجل، لأنه فرض، مثل فرض الصلاة ومثل فرض الزكاة والحج والصيام، يبادر بذلك لا يتكاسل. وإذا حج مكلفا بعمل، إذا حج منتدبا جمع بين الانتداب والحج فلا بأس، لا بأس بذلك. أما أنه يذهب للانتداب ولا يحج وهو ما أدى فريضة الإسلام، هذا لا يجوز له، يجب عليه أنه يحج إذا وصل إلى المشاعر، تمكن من الحج، يجب عليه أنه يؤدي الحج، لأنه يعني ما بقي له عذر، فيجمع بين الانتداب وبين الحج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: بالنسبة للتكبير المطلق، هل يذكر فيه التكبير عقب الصلوات المفروضة، أم أنه يخصص في سائر الأحوال ما عدا عقب الصلوات؟ نعم، هو كذلك، هو التكبير المطلق، يعني لا يتقيد بوقت، كل ما تذكرت أو استطعت تكبر الله عز وجل، إذا خرجت من البيت، إذا دخلت في البيت، إذا ذهبت إلى المسجد، إلى المتجر، إلى المدرسة، إلى تكبر في الطريق، تكبر في البيت، تكبر وانت على السيارة، تكبر وانت تمشي، فتكبر بين كل فترة وأخرى، ترفع صوتك بالتكبير، ولا تكبر بعد الفريضة، هذا في أيام التشريق، تكبير بعد الفريضة هذا في أيام التشريق إذا صليت مع الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء وهو قوله: اللهم أي مؤمن شتمته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة؟ نعم، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بشر، قد يغضب وقد ينتهر بعض الناس، يرفع صوته عليه، يغضب عليه، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، فهو طلب من ربه هذا الدعاء العظيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن بعض مشجعي الكرة والرياضة يحبون ويوالون بعض اللاعبين من الكفار، وفي المقابل يبغضون ويعادون اللاعبين من المسلمين في النادي الذي لا يشجعونه. السؤال: ما حكم عملهم هذا، وهل يوصلهم إلى الردة عن دين الله؟ هذا من أضرار المباريات، إذا كان فيها ولا وبراء على هذا العمل الذي لا فائدة فيه، فهذا من أضرار المباريات، ولا يجوز أن يحب الكفار ويعادي المسلمين،
نظرا لأنهم ما هم من فريقه أو ما هم من ناديه. هذا ما أراده الكفار من تأسيس هذه المباريات وهذه النوادي، أرادوا أن يغرسوا في قلوب شباب المسلمين الولاء والبراء لغير الله ولغير الإسلام، فهذا من سلبياتها، فعلى المسلم أن يحذر منها. هم أرادوا أن يشغلوهم عما ينفعهم وينفع أمتهم لئلا يتعلموا العلم النافع للدين أو للدنيا، وإنما يشغلوهم بهذه المباريات حتى يصبحوا لا فائدة منهم للمجتمع، ولأجل أن يغرسوا العقيدة في قلوبهم، عقيدة الولاء والبراء لغير الله عز وجل. هذه من المفاسد. نعم، لعب الكرة إذا لم يترتب عليه محاذير شرعية فهو مباح، أما إذا ترتب عليه محاذير شرعية فهو حرام. ومن أعظم المحاذير هو ما ذكرتموه من جعل الولاء والبراء لأصحاب هذا العمل وإن لم يكونوا مسلمين، فهذا لا يجوز أبدا ولا يقع من المسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ نعم، ذكر أهل العلم أنه أظن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحب له أن يستدين ويذبح الأضحية لما فيها من إظهار الشعيرة وما فيها من الخير والبركة على أهل البيت والفرح بفضل الله في هذه الأيام، هي مصالح، ولو استدان فإن الله يعوضه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد حججت فرضي، ولكن خلال حجي ذلك حصل لي فتنة، وهي أني رأيت فتاة كانت معنا في الحملة، وأصبحت خلال ذلك الحج من أوله إلى آخره أفكر بها. السؤال: هل يجوز أن أحج هذا العام وأعتبر حجي هذا هو حج الفريضة؟ لا، حج الفريضة أديته والحمد لله، وتأثم على ما حصل، عليك بالاستغفار والتوبة، إذا تبت إلى الله واستغفرته تاب الله عليك. وأما حجك فهو صحيح إذا أديت المناسك، إذا أديت المناسك تجنبت المحرمات التي تخل، المحرمات التي تخل بالحج، فحجك صحيح، ولكنك تأثم على ما حصل منك نحو هذه الفتاة، وهذا يكفر بالتوبة والاستغفار. نعم. وإذا أردت أن تحج حج نافلة فلا بأس، أما الفريضة فقد أديتها والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول فيه صاحبه إنه سؤال من أحد الأخوة من كندا، والسؤال: هل تجوز الصلاة خلف من ينتسب إلى إحدى الجماعات كجماعة التبليغ مثلا؟ نعم، الجماعة اللي ما تخرج عن الإسلام، اللي ما خرجت عن الإسلام يصلى خلفها، وإن كان عندها بعض الأخطاء، ما عندها شرك ودعوة للقبور ولا عندها عقيدة فاسدة، وإنما غاية ما يكون عندها منهج فيه أخطاء، هذا لا يمنع من الصلاة معهم والصلاة خلفهم، لأنهم مسلمون، وتجوز الصلاة خلف المسلم ولو كان عنده ما عنده من الأخطاء ما لم يخرج عن الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: لو جاء إلى مزدلفة في آخر الليل هل يلزمه أن يقف حتى طلوع الفجر؟ وما هي المدة اللازمة في الوقوف في ليلة مزدلفة؟ الوقوف أو المبيت ما هو الوقوف، المبيت في مزدلفة على قسمين: قسم مجزي وقسم أفضل وأكمل. القسم المجزي إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل يجوز الحاج أنه يدفع من مزدلفة إلى منى، خصوصا إذا كان من الضعفة من النساء وكبار السن والمرضى والأطفال، فهؤلاء
رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأقوياء فالأفضل أن يأخذوا بالمبيت الأكمل المبيت الكامل، وهو أن يصلوا فيها الفجر ويتفرغوا للدعاء بعد الصلاة حتى يسفروا جدا، ثم يفيضون إلى منى. هذا هو المبيت الأكمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأول رخص فيه. هذا فعله صلى الله عليه وسلم والأول رخص فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويسأل ما حكم السعي بواسطة العربانة للقادر على المشي؟ يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب في الطواف وهو يقدر على المشي، فيجوز الركوب في الطواف ويجوز الركوب في السعي، يجوز هذا، لكن إذا حصل المشي فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: حصل عندنا مضاربة بين أشخاص ثم تحولت المعاملة إلى القاضي وحكم على المعتدين بالسجن والجلد، إلا أن بعض أفراد القبيلة قالوا لا بد من مجلس صلح بين الطرفين، وهذا المجلس لا يخلو من دفع مال كبير للشخص المضروب. والسؤال: ماذا تقول لهؤلاء الذين لم يقنعوا بحكم القاضي؟ وهل تجوز مساعدة المعتدين بالضرب بأن أساهم معهم بدفع هذا المال؟ ما داموا قد انتهوا إلى المحكمة وحكمت فلا بد من تنفيذ حكم القاضي، ولا يجوز تغييره أو الاعتراض عليه، لا يجوز هذا، ولا يجوز لهؤلاء أن يتدخلون في أحكام القضاة وينقضونها. ولهم ما عرضوا الصلح قبل إذا كانوا صادقين، إذا كانوا صادقين ورما ما عرضوا الصلح قبل أن يتقدموا إلى المحكمة. ثم الصلح ما يكون عن إجبار، الصلح إنما يكون عن تراضي الطرفين، فلا يجبر. أما هؤلاء يجبرون ويلزمون بغرامات، هذا حكم القانون وحكم الطاغوت، لا يجوز. فأولا لو أصلحوا بينهم قبل يذهبون، وثانيا يكون الصلح بالتراضي لا بالإجبار ولا بموجب الأنظمة القبلية، وإنما يكون الصلح على ضوء الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والإجبار على الصلح هذا أحل حراما وحرم حلالا، فلا يجوز. وثالثا ما دام الأمر انتهى إلى المحكمة وحكم فيه فليس لأحد أن يعترض عليه، إلا إذا تنازل صاحب الحق، إذا تنازل صاحب الحق باختياره هو فلا بأس، أما إذا لم يتنازل فلا بد من تنفيذ الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل القراءة على الأولاد بالمعوذات مشروع في كل يوم، ومتى يقرأ ذلك؟ هل إيش؟ يقول أحسن الله إليك: هل القراءة على الأولاد بالمعوذات مشروع كل يوم، ومتى يقرأ ذلك؟ أي نعم يشرع كل يوم، لأن الأطفال بحاجة إلى هذا الورد، حاجة إلى هذا الورد وهذا التعويذ، يقرأ عليهم كل يوم استحبابا لا وجوبا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة مطلقة ولدي حفيظة نفوس خاصة بي، والآن يطلبون من النساء وخاصة أمثالي إلزاما أن يستخرجن بطاقة ولن يتعاملوا معنا بغيرها، مع أنني لا أريدها لوجود الصورة، فماذا أفعل؟ لا تفعلين البطاقة التي فيها صورة، لا تفعلي هذا، إن هذا معصية لله ولرسوله، فيه محاذير، لا تفعلي هذا الشيء، واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد،
ولم يكلك الله إلى هذه الحالة والمعصية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شاب مقيم في الرياض وأبلغ من العمر 22 سنة، وأنا موظف ولست متزوج. اثنتين ما يصلح اثنين، اثنتين وعشرين. نعم. يقول عفى الله عنك: أنا شاب مقيم في الرياض وأبلغ من العمر 22 سنة. نعم. وأنا موظف ولست متزوج. السؤال: هل أضحي عن نفسي أم يكفي الأضحية التي يذبحها عني والدي؟ إذا كنت تعيش مع والدك في البيت، والدك هو الذي ينفق على البيت فيما فيهم أنت، فتكفي أضحية الوالد، تكفي أضحية الوالد عن أهل البيت. أما إذا كنت مستقلا في بيت، تعيش في بيت خاص بك، فإنك تذبح الأضحية. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا لم يتيسر لي استلام الحجر بعد ركعتي الطواف خلف المقام، هل أشير إلى الحجر مثل ما أفعل أثناء الطواف، أشير إليه وأستقبله ثم أذهب للسعي؟ إيش؟ يقول: إذا لم يتيسر لي استلام الحجر بعد ركعتي الطواف خلف المقام، نعم، هل أشير إلى الحجر مثل ما أفعل أثناء الطواف بأن أستقبله وأشير إليه ثم أذهب للسعي؟ نعم، فاذهب، فإن تمكنت من استلام الحجر وتقبيله، وإلا فإنك تشير إليه إشارة تكفي، تستقبله وتشير إليه ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وهذا سنة، الذهاب إلى الحجر بعد ركعتي الطواف هذا سنة أو واجب، حيث لو حصل زحام شديد وحصل مشقة فإنك لا تذهب، إنما إذا تيسر هذا بدون مشقة وبدون زحام شديد فإنه سنة وفضيلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حاج تعدى ميقاته بدون إحرام ثم ذهب وأحرم من ميقات آخر، فما الحكم في حاله؟ الحكم عليه الفدية، تقررت عليه الفدية، كان الواجب أنه رجع وأحرم من الميقات الذي مر به في الأول. أما لما لم يرجع وأحرم من غيره تقررت عليه الفدية، لأنه فعل محظورا وهو عدم الإحرام من الميقات، يكون عليه فدية، يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الطفل الذي يبلغ 7 سنوات إذا لم يكمل العمرة وترك السعي ورجع إلى بلده، ماذا يجب عليه أو على وليه؟ يجب على وليه أنه يعيد عليه ملابس الإحرام ويرجع به ويكمل عمرته، لأنه ما زال محرما، ما زال محرما، فيخلع المخيطات ويتجنب محظورات الإحرام ويرجع ويكمل العمرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في أيام الحج يطوف الكثيرون من الناس في السطح، وهناك مكان ضيق من جهة المسعى ويحصل فيه ازدحام شديد جدا، مما يتسبب في نزول بعضهم إلى المسعى حتى يجيز هذا الموضع ثم يصعد مرة أخرى. السؤال: ما حكم طوافهم والحالة هذه؟ هذا لا يجوز، لأن المسعى ليس من المسجد، المسعى مشعر مستقل تدخله الحائض والنفس، ليس حكمه حكم المسجد، فلا يجوز لهم أنهم يدخلون مع المسعى في أثناء شوط الطواف. إذا كان فيه زحمة يتأخر لما يحصل فرصة، شلم عجله يطوف طواف صحيح متقن، ولا يزاحم ويتعرض للخطر أو يعرض طوافه للبطلان. تأخر ساعة ثانية أو يوم ثاني، الحمد لله، وجاي يحج وهو في مكة في الحرم، وإقامته في الحرم للطاعة والعبادة تضاعف، يسلم عجله إلى هالحد. إن كان له فرصة يطوف طواف صحيح يطوف، إذا ما له فرصة ما
ما يخل بالطواف ولا يدخل مع المسعى. مسعى ليس من المطاف، مسعى مشعر مستقل. نعم. ويسأل أحسن الله إليكم ماذا يجب عليهم مرحلة هذه؟ يجب عليهم الرجوع والسعي، يجب عليهم إعادة السعي طواف. إعادة الطواف وإعادة السعي إذا كان هناك سعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة أفطرت أياما، وإن كان حصل منهم جماع يكون فدية، يكون فيه فدية، عليهم العودة وإعادة الطواف صحيحا، ومن جامع فعليه فدية، يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة أفطرت أياما بسبب الحيض، ثم دخل عليها رمضان آخر ولم تقضي هذه الأيام، وكانت قد صامت قبل دخول رمضان صيام نافلة ولم تقضي الأيام التي عليها، فماذا تفعل مع أنها إلى الآن لم تصم الأيام التي أفطرتها في رمضان الأول؟ هذه متلاعبة، لماذا لم تسأل قبل؟ إذا ما بقي على رمضان إلا قدر الأيام التي على الإنسان فإنه لا يجوز له أن يصوم نافلة، يجب عليه أن يصوم القضاء ويخلصه قبل يدخل رمضان الجديد. أما إذا إنه أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد من غير عذر أو صام نافلة، هذه عليها القضاء وعليها فدية، عليها القضاء وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: قال لي بعض طلاب العلم بأن الدعاء إذا كان لنفسك لا يجوز تعليقه بالمشيئة، أما إذا كان لغيرك فإنه يجوز أن تعلقه بالمشيئة، واستدل بحديث طهور إن شاء الله. هذا من عنده الكلام، ذا من عنده، هو بكلام أهل العلم، ما يعلق الدعاء بالمشيئة لا لك ولا لغيرك. من أين جاب التفصيل هذا؟ طهور إن شاء الله هذا ما هو بدعاء، هل من باب التفاؤل والإخبار فقط، ما هو بدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل في الدعاء في يوم عرفة؟ هل الدعاء بأدعية مختلفة أم أكتفي بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ نعم، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لكن لا تقتصر عليه، قله وكرره وادعو معه بما تيسر لك من الدعاء، لا تحرم نفسك من الدعاء، ولا مانع ولا تعارض بين أنك تأتي بهذا الذكر وأن تدعو معه، لا تعارض بين ذلك، والوقت واسع، الوقت واسع والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من أدركه وقت العشاء قبل خروجه من عرفات، هل يصلي العشاءين في عرفة أم يؤخرهما ويصليهما في المزدلفة؟ إذا كان سيسير يمشي ويطمع أنه يصل إلى مزدلفة في آخر الوقت قبل منتصف الليل، إذا طمع أنه يصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فهو يؤخر ويصلي جمع تأخير، أما إذا كان لا يخاف أنه ما يصل وأنه تأخر فهو يصلي، الحمد لله يصلي في عرفة، يصلي جمع تقديم، يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في عرفة، إذا كان أنه يخشى أنه يتأخر ولا يصل قبل منتصف الليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: هل غسل نجاسة الطفل ناقضة للوضوء؟ لا تنقض الوضوء، لكن تغسل يدها إذا باشرت النجاسة، إذا باشرت بيدها النجاسة من غير حائل تغسل، أما إذا غسلتها من وراء حائل فليس عليها شيء، ولو تنجست يدها فوضوءها صحيح لا ينتقض، لكن عليها غسل النجاسة فقط. نعم. وتقول أحسن الله إليكم: إذا كنت صائمة قضاء وأفطرت، لكن لاحظوا أنها لو باشرت فرج الطفل بيدها وهي متوضية انتقض وضوءها، لأن لمس الفرج مباشرة
من غير حائل ينقض الوضوء قبلا كان أو دبرا. نعم. وتسأل أحسن الله إليكم تقول إذا كنت صائمة قضاء وأفطرت سواء بعذر أو بدون عذر هل أصوم يوما أو يومين؟ نعم. تقول إذا كنت صائمة قضاء وأفطرت سواء بعذر أو بدون عذر هل أصوم يوما أو يومين بدله؟ إذا بدأ الإنسان بالقضاء صام القضاء أصبح صائما قضاء لا يجوز له نقض الصيام, يجب عليه أن يستمر لأن هذا فرض لا يجوز له إبطاله. لكن ما حصل وأنها أفطرت فإنها مخطئة في هذا, عليها بالتوبة وتقضي يوما بدلة, ما هو بيومين, تقضي يوم واحد بدلة, وعليها بالتوبة إلى الله من هذا الفعل. نعم. وتقول أحسن الله إليكم أخذت عمرة عدة مرات ولم أتلفظ بقولي لبيك عمرة جهلا مني بذلك فهل هذا يجوز؟ ليس بلازم التلفظ, ليس بلازم, يكفي النية بالقلب. إذا أحرم المسلم ناويا بقلبه النسك من حج أو عمرة كفى هذا, وإذا تلفظ بما نوى فهذا سنة, يعني يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا فيتلفظ بما نوى, هذا سنة ما هو واجب. الكلام على النية في القلب هذا هو الذي لا بد منه. نعم. أحسن الله إليكم وتسأل أيضا تقول أنوي من الرياض عند ذهابي إلى مكة أن أزور البيت الحرام وأطوف فيه وأصلي بدون نية عمرة هل يجوز ذلك أم لا بد من المرور على الميقات والإحرام منه؟ لا ما هو بلازم, إذا ما نوت عمرة ولا حج ما هو بلازم الإحرام, يجوز الإنسان أن يتعدى الميقات بغير إحرام, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة, فمفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة أنه لا يلزمه الإحرام, ويجوز إذا وصل إلى مكة أنه يطوف تطوعا, يطوف ويكثر من الطواف لا مانع. وأما السعي لا, ما في سعي, ما في سعي إلا في النسك حج أو عمرة, السعي لا يتطوع به, وأما الطواف يتطوع به وليطوعه بالبيت العتيق, يجوز التطوع بالطواف ولو في غير حج ولا عمر, طواف مجرد لا بأس, هذا من العبادة, طهير بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة, وهذه سائلة تقول امرأة حائض وتريد أن تحضر الدرس فهل يجوز لها أن تجلس في مؤخرة مكان النساء أم لا؟ لا تدخل المسجد ما كان داخل سور المسجد لا تدخل فيه, تكون خارج عند الباب أو في سيارة, أما أن تدخل داخل سور المسجد من مكان النساء أو غيره ما تدخل, حتى السرحة الساحة التي داخل سور المسجد هذه من المسجد لا تدخل فيها, والغرف التي أبوابها على المسجد هذه من المسجد لا تدخل فيها الحائل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة, لا تدخل فيها يعني لا تجلس فيها, وأما المرور إن الحائض تمر مع المسجد أو تأخذ حاجة من المسجد لا مانع من ذلك, إنما الممنوع الجلوس, إنما تجلس في المسجد, أما أخذ الحاجة منه فلا بأس وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد وهي حائض, قالت إنها حائض, قال إن حيضتك ليست بيدك, يجوز المرور مع المسجد للحائض والجنوب من غير لبس. نعم. وأخذ حاجة منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة, وهذا السائل يقول هل يجوز الحلف بقوله عليك الله؟ ما هو بحلف هذا, عليك الله لا ما هو بحلف, الحلف ما كان بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء, وما عدا ذلك فليس بحلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة, وهذا السائل يقول هل الحاج أن ينوي التمتع أو القران في يوم عرفة؟ نعم, إذا كان يتسع الوقت يمديه يروح ياخذ عمره ويجي ويقف بعرفة
يحرم متمتع لا مانع من ذلك. أما إذا ضاق الوقت ولا يمديه فهو لا ما يحرم، يمكن يحرم قارن، يمكن له يحرم قارن ولو في آخر لحظة من يوم عرفة، يحرم قارن بين الحج والعمرة وينوي الحج والعمرة ويطوف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا ويفدي يذبح فدية القران. أما التمتع فهذا مع سعة الوقت، أما مع ضيق الوقت فلا يتمتع بل يحرم إما قارن وإما مفرد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا شاب عمري 11 سنة وذهبت للعمرة، وعند طوافي بالبيت خرجت لأشرب الماء ثم رجعت من مكان غير المكان الذي خرجت منه، فهل علي في طوافي ذلك الشيء؟ إيش؟ يقول: أنا شاب عمري 11 سنة ذهبت للعمرة، وعند طوافي بالبيت خرجت لأشرب الماء فرجعت من مكان غير المكان الذي خرجت منه، هل علي شيء؟ نعم، إذا كان أنه ترك مسافة من المطاف ما مشى فيها طواف غير صحيح ناقص، لأنه ما طاف 7 أشواط تامة من الحجر إلى الحجر، فعليه أن يعيد الطواف لأنه ترك مسافة ما طاف فيها، راح من نقطة ورجع وبدأ من نقطة ثانية متأخرة، فلا يصح هذا إلا إن كان رجوعه قبل المكان الذي غادر فلا بأس. إذا كان رجع وبدأ من مكان قبل المكان الذي غادر منه الشرب فهذا لا بأس، أما إذا كان رجع وبدأ من مكان بعد النقطة التي خرج منها فهذا لم يكمل الطواف فعليه بإعادته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يوجد عندنا شخص يقرأ الرقية على الناس ثم يدخل بعض الجن في الإسلام ويرسله إما لإبطال السحر في مكانه أو إخراج جني آخر من المريض، هل فعله هذا جائز؟ هذا لعاب ومشعوذ، يتصرف بالجن هم الجن خدم له يتصرف فيهم، هذا يشعوذ على الناس يدجل على الناس، ألا يجوز هذا العمل ولا يجوز تصديقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: بعض العمال يأخذون ماء من المساجد لتغسيل السيارات في الحارات، هل يجب على الإمام أن يمنعهم أو يتسامح في مثل هذا؟ يأخذون مما الشرب لا يجوز، أما أنهم يأخذون من ماء الوضوء من دورات المياه فهذا فيه يعني وجهة نظر، وتركه لا شك أنه أبعد عن المحذور، أما أنهم يأخذون من ماء الشرب من البرادات يروحون يغسلون السيارات هذا لا يجوز، لأن هذا الماء الذي بالشرب هذا وقف لا يستخدم إلا فيما خصص له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، والسؤال الأخير يقول: أنا ممن يعيش في دولة من الدول الكافرة، وقد اعتادت الحكومة عندنا أن تعطي قرضا لأبناء المسلمين وغيرهم، وهذا القرض يستعين به الطلاب للدراسة في الجامعات الحكومية بحيث يكون التسديد بعد التخرج بعامين، وإن لم يسدد في خلال السنتين تأخذ الحكومة في معاملته المعاملة الربوية وتأخذ الزيادة عليه، السؤال: هل يجوز لأبناء المسلمين أخذ هذا القرض؟ القرض الذي ليس فيه ربا لا بأس، يؤخذ من المسلم ومن الكافر، أما اللي فيه ربا فهذا لا يجوز، إذا كانوا يشترطون عليه هذا الشرط أنه إن تأخر يزاد المبلغ عليه هذا ربا الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا، إذا كان يأخذ المبلغ